بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن الربا، وقلنا بأن شروط الربا ثلاثة كما ترونها على اللوحة. الشرط الأول هو المماثلة، ويعني المماثلة أنه لا بد وأن يكون من جنس واحد، كحنطة بحنطة، كأرز بأرز، كشعير بشعير، وإن كان قلنا الحنطة والشعير في باب الربا هما واحد. الشرط الثاني اعتبار الكيل أو الوزن، لا بد وأن يكون من المكيلين أو الموزونين، وإلا إذا كان من المعدودين أو يباعان بالمشاهدة فلا ربا. الشرط الثالث حصول التفاضل، إذا فرض على أنه كان من جنس واحد ولكن لا تفاضل، مثل كيل حنطة بكيل حنطة، هذا ما يتحقق ربا لأنه وجود مساواة، فلا بد من وجود تفاضل، مثل كيل ونصف بكيلو. هذه ثلاث شروط تقدمت فيما سبق، وكنا في صدد التحدث عن الشرط الأول وهو اعتبار المماثلة، وقلنا بأن المقصود من المماثلة هو أن يكون من جنس واحد بأن يشملهما لفظ واحد، كحنطة بحنطة أو شعير بشعير أو أرز بأرز مثلا وتفاح بتفاح وهكذا، وإن كان الحنطة والشعير قلنا يعدان من جنس واحد في باب الربا. هناك شيء الآن حديثنا يقع فيه، وهو أنه بالنسبة إلى الأدهان هل يتحقق فيها ربا أو لا؟ نعم، لأنها من المكيلة أو الموزونة فيتحقق الربا، لكن ما المدار على المماثلة؟ فإذا لاحظنا مثل اسم الدهن، فجميع الأدهان يطلق عليها دهن، فهل تعتبر واحد في باب الربا؟ مثلا افترضوا على أنه دهن السمسم المتخذ من السمسم، هل يعد مع الدهن المتخذ من غير السمسم واحدة باعتبار أنه يصدق عليهما عنوان ولفظ الدهن، أو أنهما يعدان من جنسين؟ الجواب المدار في وحدة الجنس وتعدده على الأصل المأخوذ منه والمصنوع منه الدهن، فإذا فرض على أنه أحد الدهنين كان مصنوعا من السمسم والدهن الثاني كان مصنوعا من شيء آخر فيعدان من جنسين. أما إذا فرض أن كلا الدهنين كان مصنوعا ومتخذا من السمسم لكن واحد فيه إضافة واحد ليس فيه إضافة، مثل دهن البنفسج أو النيلوفر، دهن البنفسج هو في الحقيقة دهن السمسم، وهكذا دهن النيلوفر هو دهن السمسم ولكن فيه إضافة، يضاف إليه ورد بنفسج أو يضاف إليه ورد النيلوفر، فحينئذ هذا دهن السمسم يسمى بدهن البنفسج أو بدهن النيلوفر، والحال أنه هو دهن السمسم في الحقيقة. فإذا فرض على أن كلا الدهنين متخذ من السمسم فحينئذ يتحقق الربا، هما من جنس واحد فمع التفاضل بينهما يتحقق الربا، وإن فرض أن أحدهما يسمى بدهن النيلوفر أو البنفسج والثاني يسمى بدهن السمسم، لكن ما دام الأصل واحد وهو أن الأصل هو السمسم، غاية الأمر دهن البنفسج والنيلوفر يضاف إليه إضافة، دهن يضاف إليه ورد البنفسج أو ورد النيلوفر، هذا لا يؤثر ما دام الأصل واحد، فمع وحدة الأصل يكون الجنس واحد، ومع اختلاف الأصل يكون الجنس متعدد ولا يتحقق الربا. لذا يقول والأدهان، صفحة 299 والأدهان تتبع ما يستخرج منه، أي الأصل الذي يستخرج منه الدهن، فدهن السمسم جنس، وكذا ما يضاف إليه كدهن، يعني ما يضاف
الى السمسم، الى دهن السمسم، كأن يضاف الى دهن السمسم نيلوفر فيسمى دهن النيلوفر، او يضاف بنفسج فيسمى دهن البنفسج. هذا هو دهن السمسم في الحقيقة، فيعد واحدة. وكذا ما يضاف اليه كدهن البنفسج والنيلوفر، هذا يعد ماذا؟ من جنس دهن السمسم، فهما جنس واحد. فمع زيادة دهن السمسم على دهن البنفسج بشيء بمثقال او اكثر او اقل باي زيادة الذي كان، فيتحقق الربا. ثم يقول ودهن البزر جنس اخر، هذا متصل، دهن البزر متصل بقوله دهن السمسم، يعني فدهن السمسم جنس ودهن البزر جنس اخر. دهن البزر هو المتخذ من بذورات، من بزر النباتات، فالدهن الذي يتخذ من بذور النباتات يسمى بدهن البزر، فالمتخذ من البذور دهن آخر غير دهن المتخذ من السمسم. ثم يتعرض إلى مسألة الخل. الخل قد يكون متخذا من التفاح، قد يكون متخذ من العنب، قد يكون متخذ من التمر. فالمدار على ماذا؟ على اسم الخل. وعليه إذا المدار على اسم الخل، حينئذ لا يجوز التفاضل إذا كان بين خل التفاح وخل التمر، لأن كل منهما يطلق عليه اسم الخل، فإذا المدار على اسم الخل فالتفاضل لا يجوز. أو المدار على الأصل، هنا الأصل مختلف، أحد الأصلين أحدهما مأخوذ من التفاح والثاني مأخوذ من التمر، فحينئذ يجوز التفاضل. فالمدار على ماذا؟ هل المدار على اسم الخل أو أن المدار على الأصل المتخذ منه الخل؟ الجواب المدار على الأصل المتخذ منه الخل، كما ذكرنا ذلك في الدهن. لذا يقول والخلول جمع خل تتبع ما تعمل منه، فخل العنب المتخذ يعني من العنب مخالف للخل دبس الذي يصنع من الدبس، ويجوز التفاضل بينهما، يعني أحدهم كيلو من دهن من خل الدبس بكيلو ونصف من خل العنب، يجوز ذلك، لكن طبيعي في صورة النقد، يعني كلاهما حال. أما إذا أحدهما كان مؤجل فهذا يستشكل فيه صاحب الشرائع قدس الله، حتى مع الاتحاد، يعني حتى إذا فرض كيلو بكيلو يستشكل فيه ويتردد، كما تقدم سابقا باعتبار أنه إذا كان أجل في أحد الطرفين فهذا يعد زيادة. أفرض كيلو بكيلو، لكن ما دام أحد الطرفين فيه أجل فهذا يعد زيادة، فلذا هو يشكك ويتردد في صحة ذلك. هذا كله في الشرط الأول من شروط تحقق الربا. والشرط الثاني، الشرط الأول هو المماثلة، الشرط الثاني كما ترون هو اعتبار الكيل أو الوزن. فإذا كان الشيء موزونا أو كان مكيلا، وبينا فيما سبق الفرق بين الكيل والوزن. الوزن يعني عبارة عن كون الشيء يباع بعد وزنه، بأن يوضع في الميزان ويوزن ويباع، كغالب الأشياء فإنها تباع بالوزن، كالتفاح مثلا فإنه يباع بالوزن، في بلادنا هذه يباع بالوزن التفاح، أو سائر الفواكه الباذنجان والخضروات تباع بالوزن. وهناك أشياء لا توزن، كالحليب، فإن الحليب يباع في قناني، هذه القنينة تسع مقدار معين، يعبر عن ذلك بالكيل. أو هناك ظروف معينة للأدهان تباع فيها، هذا يسمى كيل. فإذا كان الشيء يكال أو يوزن فحينئذ يتحقق فيه الربا. فالحنطة مثلا تباع بالكيل أو الوزن، فبيع كيلو حنطة بكيلو حنطة جائز، أما مع التفاضل لا يجوز. هذا إذا كان الشيء مكيل أو موزون فيتحقق فيه الربا مع التفاضل. أما إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا، بأن كان معدودا من الأشياء التي تباع بالعدد، أو يباع بالمشاهدة كالأراضي، فإن الأراضي تباع بالمشاهدة، الدور تباع بالمشاهدة ولا تباع بالكيل أو الوزن، فلا يتحقق في ذلك الربا.
يبقى حينئذ ما المدار على الكيل والوزن؟ البلدان مختلفة، لعل بعض البلدان الشيء فيها مكيل وموزون بينما بعض البلدان الأخرى ليست كذلك، فالمدار على ماذا؟ الجواب: المدار على عهد النبي صلى الله عليه وآله، عهد صاحب الرسالة. فإن كان في عهده الشيء مكيل وموزون فيبقى مكيلا وموزون إلى الأبد، وأما إذا لم نعرف ذلك فالمدار، لم نعرف في عهد النبي كان مكيل وموزون أو لا، فالمدار على الطابع العام. فإذا الطابع العام في البلدان شيء مكيل وموزون فيعمم ذلك على جميع البلدان، حتى على البلد الذي لا يكون فيه شيء مكيل ولا موزون يعد حينئذ هذا الشيء فيه مكيلا وموزونا ما دام الطابع العام عليه هو الكيل والوزن. وأما إذا اختلفت البلدان وليس هناك طابع عام، ليس هناك غلبة، فكل بلد يتبع حكم نفسه، فالبلد الذي يكون فيه الشيء مكيل وموزون فيتحقق فيه الربا، والبلد الذي لا يكون فيه الشيء مكيل وموزون لا يكون فيه ربا. نطبق العبارة الثاني: اعتبار الكيل والوزن، فلا ربا إلا في مكيل أو موزون. ثم يقول: وبالمساواة فيهما أي في المكيل والموزون يزول تحريم الربويات، فإنما التحريم موجود في المكيل والموزون مع التفاضل، يعني كيلو بكيلو ونصف، أما مع التساوي كيلو بكيلو فلا يتحقق حينئذ الربا. وبالمساواة وعدم التفاضل، يعني لأن الشرط الثالث، هذا إشارة إلى الشرط الثالث، يجوز وبالمساواة فيهما في المكيل والموزون يزول تحريم الربويات ولا يتحقق ربا. على هذا الأساس فلو باع، ما دمنا قد اشترطنا الكيل والوزن، فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن من الأشياء المعدودة أو من الأشياء كالقماش الذي يباع بالأمتار، متفاضلا بعت مترين من هذا القماش بمترين ونصف منه، جائز لأنه ليس لمكين ولا موزون، جاز ولو كان معدودا، يعني حتى ولو كان معدودا، كالثوب يبيع بيمن بالثوبين أو يبيع بالثياب، أو البيضة تباع بالبيضتين أو تباع بالبيض. طبيعي هذا بناء على أن البيض ليس بمكين ولا موزون وإنما معدود كما في بعض البلدان، أما بناء على أنه موزون كما في بعض البلدان الأخرى فيتحقق فيها الربا. وفي نقدا، يعني هذا يجوز بيع بيضة ببيضتين نقدا يجوز، أما إذا فرض أنه كان نسيئة فهذا فيه تردد، يعني أفرضوا على أنه بيضة هكذا ببيضتين، ولكن إحدى هكذا، نفترض البيضة مؤجلة، فالبيضتان معجلة والبيضة مؤجلة، هذا يتردد فيه قدس سره كما تردد سابقا، لذا يقول نقدا، يعني البيضة بالبيضتين يجوز إذا كان كلاهما نقدي، كلاهما معجل، أما في النسيئة إذا أحدهما مؤجل فيه تردد والمنع أحوط. ثم يقول: ولا، طبيعي يقول منع أحوط، هذا بلا إشكال، لأن الاحتياط يقتضي أن يترك النسيئة مع التفاضل، طبيعة حتى مع عدم التفاضل، العفو، حتى مع عدم التفاضل حينئذ يشكل ذلك وإن كان هو كلام في صوت التفاضل. ولا ربا في الماء، يعني نبيع قسم من الماء بقسم ثاني من الماء لا ربا، لأن الماء ليس من الأمور الموزونة ولا المكيلة، لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه، وإنما يباع بالمشاهدة مثلا، هذا بناء على بلده حينما كتب هذا الكتاب، أما إذا فرض في بلدان أخرى يباع فيها بالكيل بالقناني مثلا، كما الآن متعارف هذا الشيء يباع بالقناني، فهذا يكون مكيلا فيتحقق فيه الربا، فقنينة واحدة بقنينتين يتحقق بذلك الربا. على أي حال، ويثبت في الطين الموزون، الطين كيف؟ بيع كيلو من الطين بكيلو ونصف، يقول نعم إذا كان الطين موزون كالطين الأرمني، الطين الأرمني موزون لأنه من الدواء، دواء خاص،
هذا الطين يستعمل كدواء يجلب من جمهورية إرمينيا وبالأخص من بلدة إيروان، يجلب هذا الطين كاستعماله للدواء، ولذا يسمى بالطين الأرمني نسبة إلى إرمينيا. فالمقصود هذا بما أنه موزون فمع التفاضل يتحقق الربا بذلك، ويثبت في الطين، لذا يقول يثبت في الطين الموزون كم الطين الأرمني على الأشبه يتحقق بذلك الربا، وإنما قال على الأشبه لأجل وجود رأي مخالف يقول يجوز وإن كان موزونا. ثم يقول والاعتبار بعادة الشرع، يعني ما المدار، ما الضابط، ما الميزان على في كون الشيء مكيل أو موزون؟ يقول المدار على عادة الشارع، فإن كان في عادة الشارع، مقصود من الشارع النبي صلى الله عليه وآله، لأنه يطلق عليه الشارع حيث له حق وسلطة التشريعية حيث يتمكن من تشريع الأحكام، فلهذا يعبر عنه بالشارع. فالمدار على عهد الشرع أي الشارع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي صلى الله عليه وآله بني عليه، نبني عليه على أنه مكيل وموزون، وما جهل الحق، وإذا لم يكن في عهد مكيل وموزون فيبقى غير مكيل ولا موزون، وما جهل الحال فيه لا نعلم أنه في حال النبي، زمن النبي كيف كان، رجع إلى عادة البلد. فإذا فرض أنه في البلد في البلدان يباع مكيل وموزون، أيضا هذا يعد مكيل وموزون. فإذا اختلفت البلدان، ولو اختلفت البلدان فيه يعني في الشيء بأن كان في بعضها مكيل وموزون وبعضها، يقول كان لكل بلد حكم نفسه، وقيل حكم نفسه يعني البلد الذي يباع فيه مكيل وموزون يكون فيه الشيء مكيل وموزون يتحقق الربا مع التفاضل، والبلد الآخر الذي ليس فيه هذا الشيء مكيل وموزون لا يتحقق فيه الربا. وقيل يغلب جانب التقدير، يعني ما دام هو في بعض البلدان مكيل وموزون فهذا يغلب على سائر البلدان، حتى البلدان التي لا يكال فيها الشيء ولا يوزن أيضا يكون الربا متحققا، تغليبا لجانب الربا، تغليبا لجانب الكيل والوزن. وقيل يغلب جانب التحريم، فإذا يثبت التحريم عموما يعني على جميع البلدان حتى البلدان التي لا يكون فيها الشيء مكيلا ولا موزونا. إذا المدار أولا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، وإذا جهل الحال فالمدار على البلدان، يعني إذا في البلدان يباع مكيل وموزون فكذلك يكون وإلا فلا، وإذا اختلفت البلدان فكل حكم كل بلد يتبع حكم نفسه. أنا في أثناء الشرح قلت أنه المدار على الطابع العام إذا لم نعرف عهد النبي، هذا رأي موجود لكن لم يشر له صاحب الشرائع. ثم يقول والمراعى في المساواة وقت الابتياع، يعني بعبارة أخرى هناك بعض الأشياء حينما نريد أن نبيعها لعلها هي متساوية، مثل التمر مع الرطب، التمر الجاف مع الرطب، الرطب الذي هو التمر الطري بعده، هذان قد كيلوا من هذا نبيع الآن من التمر بكيلوا من الرطب، لكن بعد فترة بما أن الرطب سوف يجف فحينئذ يقل وزنه، فيصير كيلو من التمر بثلاثة أرباع من الرطب حيث جفه، فهذا كيف يجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم، ما دام حال البيع والشراء هناك تساوي فحينئذ لا ربا، حتى وإن بعد ذلك بالجفاف اختلف الوزن. لذا يقول والمراعى وليس المراعي، خطأ، المراعى، والمراعى أي المدار في المساواة بينهما بين الشيئين وقت الابتياع أي وقت الشراء، الابتياع والشراء. فلو باع لحما نيا بمقدد، لحم الني الذي لم يطبخ، والمقدد هو اللحم المجفف بالشمس أو بغير الشمس على أي حال، فهذا اللحم الني بعد لعله هذا كيلو بكيلو، لكن اللحم الني بعد فترة بطبخ أو بتجفيف بعد ذلك قد يقل وزنه فيحصل التفاضل، فيقول هذا لا يؤثر ما دام في وقت البيع كيلو بكيلو كان الوزن. لذا يقول فلو باع لحما نيا بمقدد أي بمجفف، الني هو الطري الذي لم يطبخ بعده ولم يجفف،
بيع بمقدد أي بمجفف متساويا، قال البيع متساوي كان جاز، يجوز هذا البيع. يعني حتى وإن فرض بعد ذلك هذا اللحم الني سوف يقل وزنه بسبب الطبخ أو التجفيف. وكذا لو باع بسرا برطب، البسر هو التمر الذي بعد لم ينضج وصلب، بعد له حالة صلابة، إذا بيع بالرطب الذي له حالة طراوة كيلو بكيلو يجوز، حتى وإن فرض أن الرطب بعد ذلك يجف ويقل وزنه. وكذا لو باع حنطة مبلولة أي فيها بلل، حنطة رطبة فيها بلل، فيها رطوبات مائية، بيابسة، برطبة بحنطة يابسة، أيضا يصح البيع، حتى وإن فرض أن الحنطة الرطبة بعد ذلك سوف تجف ويقل وزنها، هذا لا يؤثر. لماذا؟ لتحقق المماثلة، أي لأن المساواة والمماثلة موجودة حالة البيع، وهذا يكفي حتى وإن اختلف الوزن بعد ذلك. لكن هناك رأي فقهي يقول لا يجوز ما دام يجف بعد ذلك، لذا يقول وقيل بالمنع نظرا، أي لا يجوز نظرا، أي باعتبار نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة. هؤلاء الذين منعوا عللوا بتعليلين، أحد التعليلين ما ذكرته الآن، وهو أنه بعد الجفاف سوف يقل الوزن فيختلف بالتالي الوزن فيحصل ربا، وهذه علة. وهناك علة ثانية بعضهم علل بها، وهو أن الرطب، الحنطة المبتلة الرطبة، فيها أجزاء مائية، وحيث أن الأجزاء المائية لا نعرف وزنها من هذه الناحية سوف يكون أحد الطرفين مجهول الوزن باعتبار جهالة الرطوبات والذرات المائية فيبطل البيع. لذا يقول نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة. ثم يقول وفي بيع الرطب بالتمر تردد، في خصوص الرطب بالتمر، فيما سبق ذكرنا البسر بالرطب قلنا يجوز، أما الرطب بالتمر بخصوصه هذا طبيعي، التمر هو بعد لم يبلغ الجفاف بشكل قوي، فبين بين حد متوسط، بيع التمر بالرطب الذي له حالة طراوة في خصوص ذلك وردت رواية تمنع، وإن كان وردت رواية ثانية تجوز، من أجل هذا يتردد صاحب الشرائع لوجود روايتين متعارضتين ويختار في بالنهاية المنع. لذا يقول وفي بيع الرطب بالتمر تردد، طبيعي مع التساوي، يعني كيلو من التمر بكيلو من الرطب لا يجوز لأجل الرواية، تردد. والأظهر اختصاصه بالمنع، الأظهر أنه الرطب بالتمر هو بالخصوص يختص بالمنع، ولا نعمم المنع إلى بيع كل رطب، إلى بيع كل ما هو رطب بجاف كالحنطة المبتلة بالحنطة الجافة، أو البسر مثلا بالرطب، لا، وإنما نقتصر على مورد الرواية. والأظهر يختص اختصاصه بالمنع، يعني الرطب بالتم، اعتمادا على أشهر الروايتين، توجد روايتان إحداهما مانعة والأخرى مجوزة، والأشهر هو المانعة فنعتمد على المانعة، لذا قال الأظهر هو المنع. فروع، الفرع الأول يقول إذا فرض أن الشيء أنه كان عندنا شيء يباع بالكيل تارة، وإذا كان شيئان، إذا كان شيئان من جنس واحد كالحنطة مثلا والدقيق، الدقيق يعني طحين الحنطة، الحنطة التي تسحق هذا الذرات تسمى بالطحين أو الدقيق، فالحنطة مع دقيقها من جنس واحد، فلو فرض أن أحدهما كان مكيلا يباع بالكيل، أفرضوا الحنطة تباع بالكيل والدقيق يباع بالوزن، نطرح السؤال التالي:
حينئذ نطرح هذا السؤال، وهو أنه هل يجوز بيعهما معا بالوزن؟ يعني الحنطة توزن ومثلا خرجت كيلو صارت كيلو، والطحين الدقيق أيضا يوزن وكان كيلو، بالرغم من أن الطحين مثلا مكيل لكن الآن يوزن، افترضوا يوضع في الميزان ويوزن، فكيلو بكيلو يباع كلاهما بالوزن لكن من دون تفاضل، نعم هذا جائز لا بأس بذلك. أما إذا فرض على أنه كلاهما بعناهما بالكيل، مع أن الحنطة فرضناها موزونة، فنبيع هذا بكيل، افترضوا هناك إناء يسع مقدار معين، فبيعت الحنطة هذا المقدار بما يماثل هذا المقدار من الدقيق لكن بنحو الكيل، كلاهما كيلا، فهذا يجوز أو لا يجوز؟ الجواب هنا بعضهم ماذا احتاط بالمنع، حيث على أنه سوف قد الكيل ليس بمضبوط كالوزن، فلعله تحصل زيادة حينئذ، واقعا لعله تحصل زيادة، فلأجل احتمال حصول الزيادة لعله أحدهما يزيد على الآخر لأجل عدم انضباط الكيل، فلذا لم يجوز ذلك. طبيعي هذا كل ما عدم التفاضل، أما مع التفاضل واضح ما يجوز الكلام، مع عدم التفاضل فإذا بيع وزنا معا فهذا جائز للانضباط لأن الوزن مضبوط فلا تحصل زيادة، وأما إذا بيع بالكيل فالأمر مشكل لاحتمال حصول الزيادة. لذا يقول إذا كان في حكم الجنس الواحد كالحنطة والدقيق، قلنا دقيق الحنطة وأحدهما مكيل والآخر موزون كالحنطة والدقيق، فبيع أحدهما بالآخر لكن وزنا، لكن مع التساوي كما قلت جاز هنا في العبارة العفو، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز، لا تقرأ فبيع وإنما فبيع، فبيع أحدهما بالآخر وزنا، وزنا المقصود يعني كلاهما بالوزن، كلاهما يوزنان، جائز، لكن في الكيل تردد. وجه التردد قلنا احتمال المنع موجود من باب أن الكيل غير مضبوط فاحتمال الزيادة موجود، والأحوط أن تعديلهما بالوزن، يعني يقدران تعديلهما، يعني تقديرهما بالوزن دون الكيل، لأن الوزن مضبوط فاحتمال الربا والتفاضل غير موجود. لذا يقول الثاني، الفرع الثاني، بيع العنب بالزبيب كيف؟ مثلا كيلو عنب بكيلو زبيب، الزبيب هو العنب نفسه لكن طرأت عليه حالة الجفاف، فالعنب الجاف المجفف يقال له زبيب، فبيع كيلو من العنب بكيلو من الزبيب، هل هو جائز أو لا؟ قد يقال ليس بجائز لأجل أنه بالجفاف سوف يقل العنب، فلأجل هذا لا يجوز، يعني بعبارة أخرى يتمسك بالعلة التي من أجلها لم يجز بيع الرطب بالتمر، حيث قبل قليل قلنا الرواية دلت بيع الرطب بالتمر لا يجوز لأن الرطب يقل بعد ذلك بالجفاف، فقد يقال نعمم هذه العلة ونسريها إلى العنب والزبيب، ولكن صاحب الشرائع يقول لا، نقتصد بالحكم المذكور وهو عدم الجواز للعلة المذكورة على مورد النص، ومورد النص هو التمر والرطب، ولا نعدي الحكم المذكور إلى غير ذلك كالعنب والزبيب مثلا. لذا يقول بيع العنب بالزبيب جائز، وقيل لا طردا أي تعميما وتسرية لعلة الرطب بالتمر، لعلة المنع، لعلة تحريم بيع الرطب، لو كان يضيف كلمة تحريم بيع كلمة تحريم وكلمة بيع كان أولى، لكن اختصر العبارة فحذفهما. وقيل لا طردا أي تعميما لعلة تحريم بيع الرطب بالتمر، وتلك العلة ما هي؟ أنه يقل الرطب بالجفاف،
هذه العلة موجودة في التمر في العنب والزبيب أيضا. والأول أشبه أنه نقتصر يعني ماذا الأول أشبه وماذا الرأي الأول؟ بيع العنب بالتمر جائز، جائز، هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني وقيل لا، فهو يتبنى الرأي الأول جائز، ويعني نقتصر على مورد الرواية وهو التمر بالعنب، هذا لا يجوز. وكذا البحث في كل رطب مع يابسه حينما يباع الرطب للرطب، كل رطب يعني شيء فيه رطوبة مع الجاف، فكذلك الحكم أنه يجوز ولا نعمم تلك العلة الثابتة الواردة في التمر والرطب، بل نقتصر على موردها. الثالث، الفرع الثالث، يقول قدس الله روحه الشريف: بيع الدقيق كيف يجوز أو لا؟ الدقيق كما قلنا هو الطحين، يعني الحنطة حينما تدق وتسحق الذرات هذه تسمى بدقيق الحنطة، أو الشعير حينما يسحق يقال للمسحوق دقيق الشعير، أو الأرز حينما يسحق يقال دقيق الأرز، وهكذا. والجمع جمع الدقيق أدقة. بيع الأدقة كيف جائز أو ليس بجائز؟ نعم يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض، لكن طبيعي من دون تفاضل. وهكذا بيع مثلا بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة كيلو بكيلو جائز ما دام تفاضل ما موجود، أما مع التفاضل لا يجوز. وهكذا كيلو من دقيق الشعير بكيلو من دقيق الشعير هذا أيضا يجوز، مع التفاضل لا يجوز. وطبيعي كيلو من دقيق الحنطة بكيلو من دقيق الشعير أيضا يجوز، أما مع الزيادة يعني كيلو ونصف من دقيق الحنطة بكيلو من دقيق الحنطة لا يجوز، أو بكيلو من دقيق الشعير أيضا لا يجوز، لأن الشعير والحنطة في باب الربا قلنا واحد. أجل كيلو ونصف من الحنطة من دقيق الحنطة بكيلو من دقيق الأرز هذا يجوز، لأجل أن الأصل مختلف، فالمدار على الأصل. لذا يقول يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض لكن مثلا بمثل، يعني ماذا؟ من دون تفاضل، لكن إذا كان الأصل طبيعي واحدا. وكذا الأخباز والخلول، يعني أبيع خبزة بخبزة هذا جائز، لا قرص من الخبز بقرص من الخبز، أو قنينة من الخل بقنينة ماذا من الخل، طبيعي من دون تفاضل قلنا مع وحدة الأصل هذا يجوز لا بأس. وإن كان هناك رأي يقول لا يجوز لأن الخبز قرص الخبز يشتمل على ذرات مائية وهي مجهولة مثلا، فلعله زيادة تحصل بين هذه القرصة لو بعناها بالقرصة الثانية، لعل تلك القرصة أكثر وزنا من هذه باعتبار جهالة الذرات المائية. وكذا الأخباز جمع خبز والخلول يجوز يعني بيع بعضها مع بعض، وإن جهل حتى يعني وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الخبز والخل يعني من الرطوبة، هذا غير مهم، أفرض رطوبة هذه القرصة لا نعرف ذرات المائية لا نعرفها، هذا غير مهم بعدما كان يطلق على هذه قرصة واحدة وعلى هذه قرصة واحدة اعتمادا على ما تناوله الاسم، لأن هذا اسمه قرصة واحدة هذا اسمه قرصة واحدة، إذن زيادة ما حصلت في البين، والمدار على هذا. وهذه التدقيقات لا داعي لها. تتمة فيها مسائل ست. المسألة الأولى قلنا الربا حرام يعني أخذ الفائدة إلا موارد هناك استثنيت، الأول بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته، وبين المولى وعبده، وبين الكافر والمسلم، هذه الموارد الأربعة لا ربا فيها. فمثلا افترضوا على أنه الولد يبيع لوالده مثقال من الذهب بمثقال ونصف هذا جائز، أو هكذا الزوج مع الزوجة، أو هكذا المولى مع العبد هذا كله جائز،
أو هكذا الكافر مع المسلم، هذا كله جائز، لأن الوالد والولد كأنهما بمثابة كيسهما كيس واحد، فكأنه لم يحصل زيادة. وهكذا المولى وعبده والزوج وزوجته. أجل في الكافر والمسلم يشترط أن المسلم يأخذ الزيادة، لا الكافر يأخذ الزيادة، أخذ الكافر لها لا يجوز. وهكذا يشترط أن يكون الكافر حربيا، أما إذا كان ذميا فلا. والفرق بين الحرب وبين الذمي هو أنه تارة يفرض أن الكافر يعقد عهدا يسمى بعهد الذمة، وهو أن يبقى في بلد المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، اتفاق يتفق معه ويدافع عنه المسلمون كما يدافعون عن أموالهم وعن أنفسهم، هذا يقال له عقد الذمة. فإذا عقد هذا العقد مع الكافر، طبيعي لا كل كافر، بل في خصوص اليهودي والنصراني يعني أهل الكتاب، لا كل كافر، كل كافر لا يجوز، بل خصوص أهل الكتاب، فإذا لهم كتاب، فإذا عقد هذا عقد الذمة يقال للشخص ذمي لهذا الكافر اليهودي أو النصراني بالذمي. أما إذا وحينئذ أمواله محترمة ولا بد من الدفاع عن أمواله وعن نفسه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أمواله أو أنه لا يحافظ على أن أو يقتله، كلا هذا لا يجوز، بل حكم المسلم من هذه الناحية، من ناحية حرمة الأموال وحرمة الدم. أما إذا لم يعقد عقد الذمة فالكافر يقال له حربي، وإن لم يحاربنا بالفعل، أفرض هو جالس لا يحاربنا بالفعل، لكن ما دام لم يعقد عقد الذمة يقال له حربي. إذن بين الذمي والمسلم لا يجوز الربا، لأن أموال الذمي محترمة كأموال المسلم، كأن الربا صار بين المسلم والمسلم. أجل بين المسلم والكافر الحربي الذي لم يعقد معه عقد ذمة يجوز للمسلم أن يأخذ الزيادة باعتبار لا حرمة لأموال الكافر الحربي، وإنما الحرمة لأموال المسلم ولأموال الكافر الذمي. إذن على هذا الأساس اتضح أن الربا لا يتحقق في هذه الموارد، كما ذكرنا بين الوالد والولد والزوج والزوجة، طبيعي هذا لا يفرق أيهما الذي يأخذ الزيادة، الولد أو الوالد، الزوج أو هذا لا يؤثر. وهكذا بين الكافر والحربي، بين الكافر الحربي وبين المسلم بشرط المسلم يأخذ الزيادة، أما بين المسلم وبين الذمي فلا يجوز ذلك، لأن أموال الذمي محترمة كأموال المسلم. لذا يقول الأولى لا ربا بين الوالد وولده، ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه، أي أخذ الزيادة، ولا بين المولى ومملوكه، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بين المسلم وأهل الحرب. أهل الحرب الذي مقصود من أهل الحرب قلنا الذين لم يعقد معهم عقد الذمة، حتى وإن لم يحاربونا بالفعل، أفرضوا على أنه حرب بالفعل ما موجود، بل بيننا كامل الصداقة، لكن هذا يقال له حرب أيضا. ويثبت بين المسلم والذمي الذي عقد معه عقد الذمة على الأشهر، إنما عبر على الأشهر لأن المسألة خلافية والروايات مختلفة، هو يتبنى هذا الحكم المذكور. الفرع الثاني، المسألة الثانية، يقول قدس الله روح الشريف، بيع اللحم كيف؟ بيع اللحم باللحم أو بنفس الحيوان؟ الجواب، اللحم من الأمور الموزونة، فبيع لحم كيلو من لحم الخروف بكيلو ونصف من لحم الخروف هذا لا يجوز لأنه ربا. أما بيع كيلو من بيع الخروف كاملا بما يساويه من اللحم، هذا كيف يجوز أو لا؟ يعني افترضوا على أنه الخروف وزناه وإذا به 10 كيلوات، بعناه 10 كيلوات من لحم، هذا كيف يجوز أو لا؟ الجواب، إذا كان اللحم لحم خروف فيجوز من دون تفاضل، مع التفاضل لا يجوز. أما إذا كان اللحم لحم غير الخروف فيجوز لعدم المماثلة، حتى مع التفاضل يجوز ذلك. لذا يقول لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة، ذلك لا يجوز.
بيع لحم الغنم بلحم بنفس الشاة، هذا لا يجوز. طبيعي صاحب الشرائع ظاهر كلامه أنه حتى مع التساوي لا يجوز، لأجل على أنه بل هكذا، لكن المقصود في الحقيقة أنه من دون مع التفاضل لا يجوز ذلك، لابد هذا يكون المقصود، وإن كان ظاهر عبارته أنه حتى مع عدم التفاضل لا يجوز. ويجوز بغير جنسه كلحم البقر بالشاة، يعني حتى مع التفاضل هذا يجوز لاختلاف الجنس، لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا. يعني بيع لحم البقر بالشاة يجوز بشرط أن لا يكون أحد الطرفين مؤجل، وإلا يكون شبه القرض، فتفاضل يصير، أجل يصير، تفاضل يصير، فهذا لا يجوز كما تقدم منه هذا فيما سبق. المسألة الثالثة، حاصل هذه المسألة أنه يجوز بيع دجاجة بدجاجة حتى وإن كان في بطن إحدى الدجاجتين بيضة، ولا يعد ذلك من الربا، لأن الدجاجة ليست من الأمور الموزونة بل من المعدودات، فلا يتحقق بذلك ربا. أجل إذا كان من الأمور الموزونة، كما الآن مو بعيد في بعض البلدان تباع بالوزن، فإذا بيعت بالوزن فهذه زيادة، البيضة في إحداهما تعد ماذا؟ زيادة، حينئذ لا يجوز. لذا يقول يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية، وهكذا بيع شاة في ضرعها لبن حليب، يعني بشاة في وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أيضا، أو لا خالية من اللبن، كلاهما يجوز، لأن الشاة ليست من الأمور الموزونة بل المشاهدة، تباع بالمشاهدة، أو بلبن ولو كان من لبن جنسها، يعني تباع بعبارة أخرى الشاة بنفس الحليب، لا بشاة أخرى مع في ضرعها لبن أو خالية، بل تباع الشاة بنفس الحليب ولو الحليب من حليب شاة مثلا، هذا أيضا يجوز، لأن الشاة ليست من المكيل ولا من الموزون، وإن كان الحليب من المكيلات، لكن ما دام أحد الطرفين ليس من المكيل ولا من الموزون وهو الشاة فلا يتحقق الربا. أو بلبن، يعني وبيع شاة في ضرعها لبن، تباع بمن؟ بشاة في ضرعها لبن، هذا يجوز. أو بشاة خالية من اللبن، هذه همات أيضا يجوز. أو بيعها لا بشاة بل بيعها بمن؟ هاي الشاة التي في ضرعها لبن، بما تباع؟ بلبن بحليب ولو كان ذلك اللبن من جنسها، من جنس الشاة، أي حليب الشاة كان، هذا يجوز، لأن الشاة ليست من الموزونات ولا من المكيلات بل من المشاهدات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.